ارتفاع ملحوظ باسعار السلع والمواد الغذائيه في مدينه عين العرب بريف حلب الشرقي، اذ اضطر المدنيون الى الاقتصاد في الشراء والاكتفاء بما قل من اهم ما يلزمهم خلال رمضان. هون بالكوباني الغراض غالي. غالي كثير غالي. بالنسبه للخضره خضره غالي. خضره بتجي القمر كثير العالم بده يكثرها. عليها بالنسبة للرمضان ما حدا ارتاح بالخضرة حتى لا يشبع من الخضرة أو يفطر أو يعني بقصرة بقصرة من الأكل بقصرة مع تدهور الأوضاع المعيشية أصبح الإقبال ضعيفا على محل الألبسة أيضا قبيل قدوم عيد الفطر بسبب ارتفاع ثمن الألبسة الجديدة وبات يعتمد كثير من الأهالي على شراء الألبسة المستعملة أو ما تعرف بالبالة نظرا لسعرها المنخفض يا الله اجت رمضان واجت العيد ما حدا يقدر يشتري شيء لاولاده وتعرف الدولارات سعره صار طارئ وما بنقدر نشتري شيء هلا نحن بالدكاكين تعرف يعني بالي يعني بالعيد بالي نحن نشتري لاولادنا لحتى باليات كمان اسعارهم غاليه اما في سوق الهال فاصبح الركود المشهد الحالي عكس ما كان يعتاد الاهالي والباعه من ازدحام وتصريف كبير للبضائع ما انعكس سلبا عليهم وزاد من معاناتهم في ظل قرار حظر التجوال يجينا خضرة من ترتوز الى ممجي الى عين عرب تكليفه يكلف كل كيلو قمرق مع سيارات ألف ليرة ويجينا من إيران تكليف كمان ألف ليرة من تركيا تكليفه خمسمائة ليرة أسباب عديدة يعزوها أصحاب المحال التجارية لارتفاع الأسعار ويأتي على رأسها الضرائب الكبيرة على الحواجز التي تمر بها البضائع والخضار قبل وصولها للمدينة وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية حركة ضعيفة المرة جماد بالطاول بالنسبة للأسعار غالية بما أنه المعابر الحدودية مغلقة بالطرفنا والطرف الثاني الحركه بسبب الاسعار كمان غوالي شوي، الحركه تبعت المعابر المغلقه وارتفاع اسعار الدولار شوي. مطالبات للسلطات المحليه بالعمل على مراقبه الاسعار وايجاد حلول تفضي الى تخفيضها لتراعي وضع المدنيين المعيشي المتردي في ظل قله فرص العمل والضائقه الماديه الكبيره التي يمرون بها.